سعدنا اليوم باحتضان هذه الندوة الافتتاحية أو المحاضرة الافتتاحية لهذه النسخة 15 من السيرة النبوية، والتي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع عمالة إقليم القنيطرة، والتي عرفت حضورا متميز ومحاضرة في الحقيقة شيقة في مستوى علمي كبير. ونحن بالطبع جد مسرورين بهذه الاتفاقية شراكة مع المجلس العلمي المحلي، والتي في تمكننا من تنظيم أو احتضان مجموعة من الأنشطة العلمية المتميزة. تعلمون أيها الأكارم أن الأمة الإسلامية في هذه الأيام تحتفي بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القلب من هذه الأمة الأمة المغربية المحبة المجلة المعظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جعلت ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام عيدا تحتفي به وتقيم فيه الموالد والمجالس والمنتديات والملتقيات احتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء بطبيعة الحال في القلب من هذه الأمة يشاركونها هذه الفرحة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستويين اثنين. الفرح الأول هو مشاركتها في اللقاءات التي تكون في المساجد والزوايا مديحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرا لخصائصه وذكرا لشمائله عليه الصلاة والسلام. والمستوى الثاني من الاحتفال هو إقامة هذه المجالس العلمية تذكيرا بسنته عليه الصلاة والسلام ومنهجه. والمجالس العلمية بالمملكة الشريفة كذلك تحتفي بهذه الذكرى على هذا المستوى. ومن احتفالنا بهذه الذكرى أن نقيم هذه الملتقيات، والملتقى هذه السنة اخترنا له عنوان المنهج النبوي في الإصلاح إضاءات من السيرة النبوية. افتتح بفضل الله وحسن توفيقه مجلسنا هذا بآيات بينات من الذكر المجيد يتلوها على مسامعنا القارئ الحاج بالمريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء شرف المجلس العلمي المحلي لإقليم القنيطرة بتنسيق مع مندوبية الشؤون الإسلامية وعمالة إقليم القنيطرة أن يرحب بالجميع في هذا المحفل البهيج في هذه الجامعة العتيدة المباركة بمناسبة تنظيم الأسبوع 15 في السيرة النبوية المطهرة في شهر ربيع الأنوار بمناسبة مولد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد اختار المجلس العلمي لهذا الأسبوع موضوع المنهج النبوي في الإصلاح إضاءات من السيرة النبوية المشرفة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولود لكن مواليد، بمولده ولدت أمة الإسلام، بمولده ولدت هذه الأمة المحمدية، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يرضى ولن يقبل وواحد من أمته في النار، كما جاء في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى.